بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون في كل أنحاء العالم، ونحن نعيش في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ويتذكر المسلمون جميعا في آخر جمعة منه يتذكرون يوم القدس، ويتذكرون القدس، ويتذكرون هذه الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قضية القدس هي قضيتنا، وهي حقنا الديني والعقائدي والتاريخي. هذا هو المدخل الصحيح لفهم قضية فلسطين، ومن هنا تأتي خطورة التفريط أو التطبيع إذا لم نفهم القضية فهما صحيحا، فهما دينيا، لن نستطيع أن نربي أبناءنا وأجيالنا القادمة على حق المطالبة بهذا الواجب. لن يستطيع أجيالنا أن يفهموا حقوقهم في فلسطين. هذا الجيل الذي يخترق اليوم، يخترق بطريقة عجيبة وغريبة من خلال هذا الانفتاح التكنولوجي، من خلال هذه الصفحات، من خلال هذا التثقيف الإجباري على شبابنا وعلى أولادنا وعلى أبنائنا. نقول كيف نواجه، وهذا سؤال لا بد أن نطرحه في مثل هذه الليالي، كيف يستطيع الأبناء مواجهة ومطالبة المطالبة بحقوقهم في هذه الأرض المغتصبة، إذا كان يفرض عليهم من اليمين ومن الشمال أفكارا ومناهج بعيدة عما دعا إليه الإسلام؟ نعم، كيف تستطيع أجيالنا أن تطالب بحقها؟ فحقنا في فلسطين، حقنا في فلسطين حق ديني، فهي الأرض المباركة، وهي مسرى ومعراج رسولنا صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهي واحدة من المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال ويضاعف فيها أجر الصلاة. فالقدس بكلام واضح، بعبارات واضحة، القدس الشريف جزء من عقيدة كل مسلم، وعلى كل مسلم أن يحافظ عليه كما يحافظ على دينه. والتاريخ أيها الإخوة، تاريخ مليء بأولئك الرجال الذين طالبوا وحافظوا على القدس ولم يفرطوا فيه. التاريخ يحدثنا عن رجالات، من أبرز هؤلاء الرجال السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، يوم أن خير بين السلطة وبين القدس، بين أن يبقى بالسلطنة لكن عليه أن يفرط بالقدس،
لكنه رفض رفضا قاطعا أن يفرط بشبر واحد، وقال مقولته المعروفة: هي ليست ملك لي ولا لغيري، إنما هي ملك للأمة الإسلامية. وفي تاريخنا المعاصر، وقد شهدنا جميعا والبعض منا كان حيا ومدركا لما يدور من حوله، أدركنا جميعا هذه الصيحة المباركة يوم أن خرجت هذه الصيحة من أراضي إيران من الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79. كيف أطلقها مدوية الإمام الخميني رحمه الله حينما دعا إلى يوم عالمي يتذكر فيه الناس القدس ومكانة القدس، يتذكرون فيه هذه المقدسات التي فرط فيها. ولذلك أيها الإخوة، ولذلك هذه الدعوة جاءت في سياق تعزيز الوحدة الإسلامية، جاءت في سياق تعزيز الحفاظ على هذه المقدسات. ويوم أن جاء هذا الإمام الراحل وسلم سفارة ما يسمى بسفارة إسرائيل، سلمها إلى الشعب الفلسطيني كممثل شرعي وحقيقي لهذه البلاد، كانت الانعطافة الكبيرة. وما حوربت الجمهورية الإسلامية، وما حورب العراق، وما حوربت سوريا، وما حوربت لبنان، وما حوربت اليمن، إلا لأنها وقفت وأصرت على الحق الشرعي والإنساني والتاريخي في فلسطين. فعلينا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر الآخرين بهذا الحق الشرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.